عن محميه باولادها من الجيش والشرطه والقوات المسلحه اعلنت انتشار رجالها بنطاق الجيوش الميدانيه والمناطق العسكريه وده طبعا لمعاونه الاجهزه الامنيه لوزاره الداخليه في حمايه المنشات والمرافق العامه وكمان دور العباده وكمان تامين الطرق والمحاور المروريه الرئيسيه بالعديد من محافظات الجمهوريه في اطار احتفالات الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد وتنفيذا لتوجيهات القياده العامه للقوات المسلحه بدات عناصر من القوات المسلحه بنطاق الجيوش الميدانيه والمناطق العسكريه في الانتشار لمعاونه الاجهزه الامنيه لوزاره الداخليه في حمايه المنشات والمرافق العامه ودور العباده وتامين الطرق والمحاور المروريه الرئيسيه بالعديد من محافظات الجمهوريه حيث تم دفع العديد من الدوريات الامنيه والمجموعات القتاليه وعناصر من الشرطه العسكريه وقوات التدخل السريع لمعاونه عناصر الشرطه المدنيه في تامين المنشات العامه والاهداف الحيويه في نطاق مسؤوليتها وتنظيم الكمائن المشتركه والدوريات المتحركه التي تجوب الشوارع والميادين الرئيسيه لتوفير الامن والامان للمواطنين خلال الاحتفالات